فينك يا حبيبي؟ اتأخرت عليا قوي يا عبدو. انت المفروض كنت تيجي الساعة 10:30 يا عبدو، الساعة 12. لا لا انت بتهزر. طب قدامك كتير؟ عادي يعني، وحشتني. طب يلا مستنيك. ده عبدو؟ اه طبعا. ده خطيبك؟ خطيبي. طب وصاحبتك؟ مين صاحبتك؟ صاحبتي؟ لا صاحبتك اللي كل الناس بتقول ان انتوا كنتوا بتظهروا في فيديوهات لوحده، انتوا الاثنين في فيديوهات كنتوا مكسرين الدنيا. كنا دلوقتي يعني ايه كنا؟ يعني كنا بنظهر في فيديوهات. انت قلت كنتوا، فانا بقول لك كنا. خلاص الموضوع ده انتهى. عشان عبده؟ لا، هو كان في مشاكل اصلا قبل موضوع عبده. فهو لما جه موضوع عبده، هي حبت تاخد الشو واللقطه والترند والصعبانيات، والناس هما كده كده كانوا سايبين بعض. فاوريدي انا ما خدتش حد من حد ولا ايه؟ طب كل الفيديوهات اللي كان بيتكلم فيها عبده ان منا دي حبيبتي وبتاع ومش عارف ايه، ما دلوقتي بيقول شاهده حبيبتي والدايره بتدور. طبيعي ان انتوا عندكم الرجاله قلب الراجل ما بيكفوش واحده ولا ايه؟ لا طبعا. يعني خلاص، يعني انا عندي حق وخلاص راح زمانها. فخلاص انا دلوقتي اللي حبيبته وخطيبته، وعايزه اقول لها حاجه. غيري مني وولعي، صعب جدا تلمعي، استحاله تقابلي ستك انت اخرك تسمعي، كل ستورياتك كده مني ليه متنكده، اهدي حبه للطبي ساكته، ما تعمليش في نفسك كده يا منى. الله منك. الله، انت بتوجهي لها رساله كمان. طبعا. بس الاغنيه دي بتاعتها. بتاعتها ازاي؟ بتاعت يعني شيماء المغربي. هي اللي غنتها في الاول واتشهرت بيها. اللي انا اعرفه ان صاحبه الاغنيه شيماء المغربي، اللي من حق كل مطرب يغنيها. ايه اللي خلاكم تولعوا في بعض كده؟ وانا اسف على السؤال، لان هي كده فعلا نولع. هي كده ولعه. احنا كده خلاص ولعنا. انت فاهم غلط. هقول لك. لا بعدت ليه عن منا؟ كنتوا حبايب وكنتوا اصدقاء، وكانت هي يعتبر سرك معاها وسرك معاها وسرها معاكي. لا بعدتوا ليه عنها؟ كان اختي. أيوة. لما كانت بتفهم في الاصول معايا وبتمشي معايا واحده واحده، لكن احنا اوريدي حصل مشاكل بيننا. بس انا كشاهد طبيعي ان ما بطلعش على السوشيال ميديا واقول جماعه انا حصل مشكله بيني وبين منى النهارده. يعني في الاخر ما باخدش لقطه زيها. انا مش بتاعه سوشيال ميديا، انا مطربه، ما بحبش اخد اللقطه والشو عشان انا ما بحبوش. غني لنا حاجة بس توجهيها لعبده مش لمنة، لأن هي منة مش موجودة واحنا لازم نبقى معاها. كنت أصحاب وأخوات. كنا يعني معقولة كنت أصحاب وأخوات وعارفة إن دي كانت مخطوبة ليه وتوجعيها في عبده؟ إيه ليه كده؟ طب ما هي أنت طالما سألتيني كده أنا هرد عليك. مش هي كده كده كانوا سايبين بعض؟ كانت دلوقتي عملت هي وجيكا فيديو كليب والناس قالت خطوبة ومش خطوبة، يعني هي كده ما وجعتش عبده؟ انت بترد لها يعني؟ لا ما برد لهاش. لو انا اللي برد لها مش من حقي ان انا اللي ارد. هي وجعت عبده ما وجعتنيش انا، فالمفروض عبده اللي يرد. غني لعبده. حبيته بيني وبين نفسي وما قلتلوش على اللي في نفسي، ما اعرفش ايه بيحصل لي لما بشوف عينيه، ما بقتش عارف اقول له ايه، ما اعرفش ليه خبت عليه، بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه، كل حب الدنيا دي في قلبي ليك، ده انت اغلى الناس عليا روحي فيك، ده انت لو قدام عيني اشتاق اليك. الله الله. لا بتحبيه؟ لا بتحبيه طبعا. لا انا صدقت طبعا. صدقت ليه؟ لان طالعه باحساس وطالعه برونق وجمال. بس طبعا ده العبد. ازاي تبيعي صاحبتك عشرة العمر؟ ازاي؟ تاني انت مصمم اني بعتها؟ بص انت مش مصمم ان انا بعتها؟ الناس بتقول خطفت جوزي. انا بعتها. الناس بتقول كده. مش الناس بتقول كده؟ انا بعتها. الناس بتقول خطفت رجالة. ليه؟ هو ما كانوا متجوزين وانا خطفته منها؟ ولو كانوا متجوزين الشارع محلل قال مثنى وثلاث ورباع. ده لو كانوا متجوزين. لو بقى دلوقتي هم كانوا اتنين مخطوبين. كانوا اتنين مخطوبين وفركشوا الخطوبة، وهي شافت حياتها وهو شاف حياته. دي صاحبتك بجد؟ ايه ايه اللي وصل؟ الصحاب حالها مال واليمين صباح شمال.
قلبي منها شال المال على الأندان، مش بالفلوس ولا كتر مال، الفلوس عملت عيال والشمال حاله حال. احنا صحبتنا حلال، احنا بنبقى على اللي باقي علينا لكن بنبيع اللي بيبعنا. طب ليه وصلتوا المشاكل ما بينكم كده؟ انك او العلاقه بدات بينك وبين عبدو امتى بالظبط؟ العلاقه بدات بيني وبين عبدو واحنا كنا في مطعم بيت لحم. اليوم ده ما هي كانت موجوده، خلي بالك ما هي كانت موجوده. يعني انت بصيتي له وهو قاعد جنبها؟ لا مش بصيت له وهو قاعد جنبها، هما اوريدي كانوا اتصالحوا اخوات، ما كانش في بينهم بينها حاجه. بص احنا هنا كلنا شغالين في شركه واحده. مش هقدر امنعه يتعامل معاها او هي تتعامل معاه. ده احنا شغل ده بيزنس. انا كشاهد الامريكان بيقولوا كده، انا كشاهد يعني لو عايزه مثلا ان اقول له يمنع ده دلوقتي بقى خطيبي، هنتناقش ونوصل لحل، انا ما بحكمش عليه خالص. بس اللي انا شايفاه ان احنا في شغل، فهو من حقه يتعامل مع اي حد في الشغل عادي. ايه اللي عجبك في عبده؟ اللي عجبني كل حاجه، عبده جميل في كل حاجه. هقول لك ضحكته، روحه، شخصيته، كل حاجه. صوته بقى، صوته دي ما ينفعش اتكلم عنها عشان صوته دي في ليفل الوحش. ما ينفعش ان اقول كلمه واحده على صوته. مين اللي قال للتاني، مين اللي صرح التاني بحبه ليه الاول؟ احنا الاثنين في نفس الوقت نفس اليوم. حاسه ان منا ممكن تزعل منك او تتضايق او تتخنق؟ ايه بعد اللي عملته ده كله مش زعلانه؟ كل ده مش زعلانه؟ انت معاك حق الرد اهو، يعني في صفحات وجرايد ومواقع مصر كلها بتسجل معاكي، معاكي حق الرد. اقول لها ايه يعني؟ انا اقول لها ان مش فاهمه انت ايه اللي مضايقك، طالعه تتكلمي على السوشيال ميديا ان انا وعبده ان هي خانتني ومش خانتني، خنتك ازاي وانت وهو كنتوا مش مرتبطين؟ طب حد يقنعني، قولوا لي خنتها ازاي؟ يعني انا بقى دلوقتي السؤال متوجه ليكم، انا خنتها ازاي وانا عبده وهي ما كانوش مرتبطين؟ ردوا عليا. هو معلش يعني لما الواحد يفركش ما ينفعش يخطب حد تاني؟ حتى لو كانت صاحبتها ادوني رد. انت لازم تغني لعبده تاني. احدي فيه اغنيه كده من بتوعك. بحبك وداري ليلي ونهاري، عملت القلب ايه؟ صوتك ناداني نسيت زمان، اعمل في حبك ايه؟ عينك حبايبي جرحت لي قلبي ورموش عينك تداوي. بحبك يا ويلي صغرت ليلي سهرتني وبتنام. الله الله، قولي لي بقى امتى اول امتى ده؟ يعني ايه ركز في ده؟ السوشيال ميديا وصوتك حلو. ركزي في الصوت احسن. ما انا في الاول لو حضرتك تلاحظ البوينت دي قلت لك انا مطربه مش بتاعه سوشيال ميديا، فده اللي انت قلته دلوقتي، ركزي في صوتك، فانا اوريدي مطربه ولا ايه؟ صح. طب احنا عايزين نسالك عن اتفضل عبده. ماله عبده بقى مجهزه للراس السنه حاجات، خلي بالك اللي قبل منك جابت العربيه. لا لو المعلومه صحيحه هو اللي جاب لها عربيه. طب هيجيب لك انت ايه؟ الخطوبه امتى؟ عرفينا تفاصيل، دي تفاصيل الجمهور عايز يعرفها. الخطوبه امتى هتعرفوها مني انا وهو في اللايف قريب جدا، هنقول لكم لما نحضر كل حاجه ليها. وهنجيب الذهب كلها، كام يوم ونجيب الذهب؟ بكام اتفقتوا على الذهب؟ بكام؟ مش هتتصدم شويه من السعر؟ سعر ايه؟ مش ممكن نص مليون؟ نص مليون ذهب؟ مش ممكن اكتر؟ ممكن اقل؟ اكتر كمان؟ الله اعلم. انت ليه مخلين كل حاجه مفاجاه؟ ما تقولوا للجمهور حاجه، ده الجمهور عارف خناقاتكم اكتر ما عارف اساميكم. الجمهور عارف خناقاتنا عشان رجعت زي ما قلت لحضرتك، هي بتحب تاخد الشغل لقطه، فهي حابه تاخد اللقطه تاخدها. في الاخر انا الجمهور هيشوف مننا خطوبه، الجمهور ساعات بيقول ان هو الموضوع فيك وترند، لا الخطوبه هتكلف عليها وكل ده عشان جو ترند. ما تقنعنيش ان هعمل خطوبه وفستان وكوفير وميك اب وذهب وخروجات عشان جو ترند. الدنيا دواره، خليك فاكره كده. مش خايفه صاحبتك تاخد منك عبده زي ما انت لهفتيه من صاحبتك؟ لا انا ما ده كلام جمهور. ما لهفتوش من صاحبتي كده، خلي بالك انا ما لهفتوش من صاحبتي خالص. هو كان سايب صاحبتي بقالهم فتره كبيره بدليل ان هي شافت شغلها وهو شاف شغله،
ولما رجعوا شريف وشا صلحهم على بعض اللي هو المنتج بتاعنا. وبعد كده رجعوا اخواته واصحاب حاله عشان احنا في شركه واحده ولازم تبقوا موجودين في شركه واحده تمام. لكن انا دلوقتي عبده حبيبي وانا حبيبته. وعايزه اقول لك على حاجه يا منى، لما انت كنت انا في البرنامج وقلت لي بعزمك على خطوبتي وقلت لي عبده، قال لي عايزه اقول لك ان عبده عرفني ان هو هيقول لك يا بصاصة يا حسادة يا مفروسة يا منكادة موت بغيظك وغير مني انا بعلى بزيادة كلامك كله غير مني في ودني مهما هتزني انا اصلا لا سمعاكي ولا كلامك يا منة بيشغلني. طب بتجيبي اسمها ليه في جملة مفيدة؟ اذا كان انت بتجيب اسمها في جملة مفيدة وبتسألني عنها، انا بسالك عشان ده مسار جدل الناس كلها. ما انا برد على مسار جدل الناس كلها. انت تغني لنا حاجه بقى تحبيها. احبها انا بعيد عن ايه؟ عبده بيرن ولا ايه؟ استنى الرد. الو انت فين؟ قربت توصل يعني؟ طب بص خليك معايا اسمع كده. الكلام لو كان يعبر عن الحنان كنت قلت اني بحبك من زمان، كل يوم الشوق بيكبر عليا بان على بالي ولا انت داري باللي جرالي ولا سبتهالي ينشي غالي بكل كلمة قلتهالي. كلمك تاني. آخر أغنية غنتها اللي هي أنهي أغنية؟ آخر حاجة ليك آخر أعمالي. آخر أعمالي كنت عاملة أنا في أغنية جديدة هتنزل قريب تمام، وكنت عاملة اللي هو الكفر بتاع عمل ماهر بتاع كسبت الرهان اللي هي المركب. دقيقة واحدة طيب عشان عبده بعت مسج ارد عليه وارجع لك تاني. دقيقة واحدة. طبعا طبعا ده عبده. كان لسه بيقول من يومين انا مش هسيبك، كان لسه كاتب ورق وبامضة حبيبك، فجأة الحياة لابت وبان وشه الحقيقي وتغيرت لهجة مشاعر ولقيت شيطان أتاري رهان راهن علي وقالهم مش دي القوية خليها لكم تبقى خاتم بين ايديا مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل دلوقتي اضعف وحدنا في الدنيا دي كسبت الرهان. طبعا الكلام ده مش على عبده. كلها كام يوم وهتشوفنا انا وعبده بنشتري كل حاجه غموض 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 عشان نفاجئكم يعني غموض عشان اصل دلوقتي الجمهور بيقول ان انا وعبده عاملين ترند ان انا وعبده مش عارف ايه ان انا جايه على منا. انتوا ادوني سبب يقنعني ان انا جايه على منا. واحده فركشت هي واللي كان خطيبها، مش من حقه يرتبط، مش من حقه قلبه يحب حد تاني حتى لو كانت صاحبتها. مش فاهمه بجد انتوا مكبرين الموضوع مقفرينه قوي. نختم بقى باغنيه لمنة اللي هي اتكلمت عنك في السوشيال ميديا كثيرا كثيرا اغنيه كثيرا. لمنة ما بلاش اللون ده معايا راح تتعبي قوي ويايا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيعي في هوانا. ما بلاش اللون ده معايا 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 يا منة معايا. شكرا ليكي شكرا ليكي.